فازت أمس مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021، وذلك في الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حصلت المملكة على 165 صوتا. وللحديث عن أبعاد انتخاب البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان، ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي السيد محمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان. بعد التحية سيد محمد، باعتبارك ممثلا عن أول جمعية أهلية معنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تقرؤون فوز مملكة البحرين بهذه العضوية؟ نعم، مملكة البحرين فوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، وهذا يمثل تتويجا للنهج لتبع جلالة الملك حمد الخليفة منذ مشروعه الإصلاحي، وهو نهج احترام حقوق الإنسان، هو استراتيجية تبعها مملكة البحرين في تعزيز المؤسسات والقانون، وما تبعه في ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 وتعديلاته في 2012 ومخرجات الحوار الوطني. نعم. وأنا أعتقد من أهم السمات اللي ساعدت في نشر ثقافة حقوق الإنسان في البحرين هي طبيعة الإنسان البحريني وأخلاقه وتسامحه. ولو قرأنا أهم إنجازات البحرين في الفترة الماضية، أنا أعتقد على أولهن، على قائمة، يعني على أول السطر، اللي هي استضافة المقر الدائم لمحكمة حقوق الإنسان العربية، والتي كانت من مقترحات الملك حمد الله يحفظه، واستضافته باستضافة البحرين إن شاء الله كمقر دائم. بعدين إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعديلات التي أتجه صدورنا أنها يعني بتكون على مبادئ باريس، وهذا كان مهم جدا أن تصدر هاي التعديلات. بعدين إنشاء الأمانة العامة للمتظلمات، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمسجونين، وهذه يعني كانت البحرين سباقة حقيقة في هذه الأمور على مستوى الوطن العربي. أنا أتكلم يعني يمكن الاتفاقيات الكثيرة اللي وقعتها، وعلى رأس العهدين في مجال حقوق الإنسان كان يعني كانت مملكة البحرين سباقة في أمور حقوق الإنسان. المرة هذه يعني الدورة الثالثة أنا أعتقد يعني كانت أفضل من المرة الطافة. المرة الطافة حسب ما أذكر يعني كانت 140 أو 145 صوت، الحين ما شاء الله 165 صوت، يعني أفضل. مع أن المرة هذه كان الوضع أسوأ، أنا أتكلم هنا عن المنظمات والدول اللي كانت يعني افتحت المجال على مصرعي مكافحة البحرين أنها ما تدخل في المجلس. لكن البحرين بعلاقاته وصفحته الممتازة في مجال حقوق الإنسان ترشحت وفعلا فازت بالترشيح للمرة الثالثة. ومبروك لمملكة البحرين حكومة وشعبا، وعلى رأسهم جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه إن شاء الله ويخلي لكم. نعم، من دبي الأستاذ محمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.